اسمتي راشدة الحراق. انا وقع لي واحد المشكل في الاول رمضان، دابا بغيت الناس يعاونوني، راني يعني ضريت بزاف وعندي 3 دراري، خصني تعويضات، يعني خصني شي واحد يوقف معايا، خصني غير شي واحد يوقف معايا، يعني ما بقى لي حتى شي حاجه في الدار، وضاعت لي 3 مليون و 3000 درهم اللي ضاعت ليا، يعني حياتي كامله اللي كنجمع فيها باش نكون الاسره، يعني انا مطلقه، يعني يعني خدامه على وليداتي، ما كرهتش شي واحد يوقف معايا ويساعدني نفرش الدار ديالي، المهم نتعوض على شي حاجه. انا كنت خدامه، جيت لقيت الدار تحرقت لي، جيت دخلت وليت خرجت، يعني جيت مع 1:30 وليت خرجت من الزا، مشيت عند اختي، فاش رجعت مع 5:30 جبت الدار، السكنه اللي ساكنه فيها انا تحرقت لي، ما عرفتش المشكل صار، جديته معايا ما وقعت لي حتى شي، يعني ماشي مشكل ديالي انا، مشكل ديال البروزه ديال المول الدار، هي ماشي صلحت له انا جوج، وديك الدار اللي سكنت فيها هي 3 شهور، ماشي يعني ماشي قديمه فيها تقول انا اللي مشكل ديالي ولا شي حاجه، يعني مشكل ديال المول الدار، مول الدار عنده داكشي ملبق، يعني جوج بروزه كاملين طايحين، يعني كان مني داكشي في الخاطر، يعني ما عندي ما نعمل، وعاد كاريه غاليه، مشيت بيتو عرفتي كيطلبوا فيها الثمن، كاريه ب 95 وكنت خلص موضو بيتو كوزينه، يعني النص في الكراج، ماشي حتى شي سكنه زعما تكون مصلوحه ولا مهويه ولا ما فاهم، داكشي اللي وقع لي انا خصني شي واحد يوقف معايا ونتعوض على داكشي اللي ضاع لي كامل، انا رمضان كامل ندوسيه مع الناس، كلشي ضاع لي حوايج، الفراش يلا كنت يلا فرش، شفتي يلا كنت فرشت، دابا مشى لي كلشي، وعاد كنت حاطه في الدار 3 مليون و 3000 درهم، وعاد جاتني مع 5 في الشهر خلصه ديالي، وكلشي مشى لي، ما بقات لي حتى حاجه، يعني الفراش كامل مشى لي، ما بقات لي حتى شي حاجه في الدار، وانا ما كاينش لا ما تقاسوش الدراري، الدراري كانوا عند اختي، انا ما كانوش معايا في الدار، انا جيت من الخدمه كنت غادي نعس، فاش خرجت قلت عيطت لاختي قالت لي اجي، فاش خرجت فاش رجعت مع 5:30 كنلقى يعني الدار تحرقت، كانوا طفاو العافيه اللي طفاوها، يعني الدار السكنه اللي السفلي هي اللي تقاصت، يعني هي اللي مشات ليا كامله، السكنه كامله مشات ليا، ما وقف معايا من غير الجيران جمعوا لي شي بركه قليله اي باش دوز بها عيد، جمعوا لي شي 130 فرنك هي اللي جمعوها، يعني هي نزل الحومه هذيك مامو الدار ما عطاني حتى شي حاجه، ما عملت والو، بقيت اختي عطاتني الشركه اللي خدامه فيها جمعت لي شي بركه هي اللي كرت ليها، دابا ما بقى لي حتى شي حاجه، دابا عندي البطانيه والحصر هي اللي عندي، قالت لي حتى شي حاجه. شنو كتقول لمحسن؟ محسن بغيت يعاونوني، ما كرهش شي سكينه هيدا نستقر فيها انا ولاد انا ولادي، دابا انا اللي حياتي كانوا كنجمع هذوك الفلوس باش كنت عاول نعمل السكن ديالي، ما بقاش انا حياتي كامله مخشيه في الكرا، الكرا راه ماشي صعيبه بزاف، و 3 دراري ومطلقه ماشي سهله. لا انا ماشي طنجاوي. كرهتي هاد كرهتي يعاونوني الناس، يعني انا ضريت بزاف، توافتي سيمانه ما كنهضرش من بلاصتي، ما كنهضر ما كنتكلم، وعليك من الدار كيقول لك اجي هز حوايجك اللي بقاو لك تما، خصو غير فوقاش يخرجني باش ما يعطيني حتى حاجه. ما حاولتيش تتابعوا قضايا على الدار اللي مخربوه انت مسافر هود هو اللي ولا نكون مساريه، قال لي بلا ما تهبط انت ناعي، قال لي بلا ما تهبط الا احتاجنك حنا حنا كنعيطوا لك، شكون حالك الدواس؟ باش هو عطر لي شويه مورا ظهري، حقاش هو عنده فلوس عنده 5 ديور، علاش كيتعدى على الكوري بحال هدايا؟ انت لا مورا ما عملتي والو، ما عملت حتى حاجه، مشيت لواحد الجمعيه قالت لي تقول لك باقي ما عملناش الشتيمة، باقي ما عملناش الشتيمة، باقي عرفتي رمضان كامل وانا غادا جاية لعندهم ما كاين حتى شي حاجة، رمضان كامل عرفتي ما خدمت ما والو، حتى ولادي والله ما كسيتهم، وعاد مشاو لي الحوايج كاملين ما بقات لي حتى شي حاجة،
لا بطانية المهم ما بقات شي حاجة، بقات من غير شي حاجة قليلة كانت عندي في الباسي وعلى برا هكاك، وما يعني ما تصلحت ليش شي حاجة ديال الصابون شي حاجة الفران، المهم يبقاو ليا اما داكشي كامل الحوايج الداخل الحوايج اللي كانوا في البيت من داخل كلشي مشى. وعاد اقل يعني يلا كنت فرش يعني مشاو لي دابا كلشي يلا فرش في شهر واحد السكنة كاملة، دابا مشاو ليا كامل ما بقات لي حتى شي حاجة في الدار. منين غتبدا؟ اه لا الصغيرة ما كتقراش، جوج كيقراو، كبيرة عندها 10 سنين العائل عنده 8 سنين والاخر عنده 4 سنين. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.